هنشوف المثال ده هو مثال بسيط وسهل خالص. اذا وصلت اربع مقاومات او اربع مصابيح قيمة كل منها 6 اوم على التوازي. كلمة على التوازي متطابقين دايما ان المقاومة المطلوبة الاولية المقاومة الكلية. بما انها متشابهين هنقول المقاومة الكلية بتساوي احد المقاومات، المقاومة الكلية هتساوي احد المقاومات على عددها لانهم مقاومات متساوية وعلى التوازي. اذا سهلة وبسيطة، اذا نقول احد المقاومات 6 على عددهم 4 يطلع الناتج 1.5 اوم. يبقى كأن بنشيل الست مقاومات دول، 6 مقاومات همت على التوازي، على التوازي هنا 6 6 6 6 شلناهم وكأنه مقاومة واحدة مقدارها كام؟ 1.5. نتأكد ان احنا صح، المقاومة على التوازي اصغر ما يمكن او اصغر من اصغر مقاومة بالشكل ده. طيب شد التيار الكلي، طبعا شد التيار الكلي بنجيبه من قانون اوم. شد التيار بيساوي المقاومة الكلية بيساوي فرق الجهد الكلي على المقاومة الكلية. طبعا فرق الجهد الكلي عندنا كام؟ وصلت المجموعة بكام؟ ب12 فولت. يبقى هنا 12 فولت على المقاومة جبناها 1.5. طبعا ما معكش على حسب، ممكن تسيب الصفر ده وحط فاصلة صفر فوق، ممكن على الخمسة على الخمسة فيها، أو ممكن تقول على التلاتة فيها الخمسة، على التلاتة فيها الأربعين، أربعين على الخمسة فيها التمانية، يبقى الطريق كل إيه؟ 8 أمبير. تعال نحسب بقى الشحنة الكلية. الشحنة الكلية احنا عارفين ان شد التيار بيساوي هو كمية الكهربية التي تمر في الثانية المطلوب كيو. اذا كيو بتساوي اي في تي. الاي بكام؟ الاي التيار الكلي اللي هو 8 والزمن 10، يبقى 80 كولوم. طيب السؤال اللي بعده، شد التيار في كل مصباح. بما ان المقاومات متساوية اذن التيار يتجزأ بالتساوي. طيب فرق الجهد عبر كل مصباح، بما ان التوازي الجهد ثابت، اذا نقدر نقول فرق الجهد على كل مصباح هو نفس فرق الجهد لكل 12 فولت. المقاومة الكلية على التوالي بسيطة خالص، اللي احنا قلنا اذا في حالات متشابهين المقاومة الكلية R داش او equivalent بتساوي احد المقاومات في عددها. احد المقاومات 6 عددها 4 يطلع الناتج 24 اوم. لما يجي يقول لك احسب قراءة الاميتر A1، طيب ما هو جاب لك الفي وجاب لك الار، ما انت عارف ان التيار بيساوي في على الار. الفي كام؟ الفي 20 والار 5، يبقى 4 امبير. اذا قراءة الاميتر ده كام؟ 4 امبير. يبقى الاجابة الصح 4 امبير. تعال نشوف قراءة الايه؟ الاميتر A2. طيب ال 4 امبير هيجوا هنا. طبعا المقاومة دي قد ايه كام مرة؟ 3 مرات. يبقى لازم التيار اللي هنا اديدك 3 مرات، هم 4. يبقى لو جه هنا 3 امبير يبقى هنا يجي 1 امبير. الطريقة النظرية هنشوفها بطريقة حسابية كأنها مسألة خالص بالشكل ده، كأنها مسألة بسيطة. هنقول ان ازاي نجيب التيار كل فرع. في قاعدة بسيطة بتقول في الكلي للمجموعة دهيت معروفة للمجموعة هنجيبها بيساوي في لأي فرع، لأي فرع. طيب في الكلية بتساوي ايه؟ لان احنا عارفين على التوازي الجهد ثابت، فلو قدرنا نجيب في الكلية كأننا جبنا في لأي فرع فرق الجهد. في الكلية بتساوي اي الكلية، هتساوي اي الكلية في ار الكلية، هتساوي اي في ار للفرع. طيب تعال نشوف في اي الكلية. اي الكلية احنا جبناها 4، اي كلية 4 اللي هي داخلة هنا، ار كلية اللي هي حاصل ضربهم على حاصل جمعة اللي هي 10 في 30 على 10 زائد 30،
هتساوي ده الكلية. عايزين الفرع انه العلوي، الفرع العلوي اللي هو فوق ده كده، هيبقى عندنا الار موجودة بكام؟ بعشرة في ار، عشرة في ار. تعال نختصر، صار بدون آلة حاسبة بدون اي حاجة، يبقى معناها فوق 300 او خلاها زي ما هي 10 في 30 وتحت كام؟ 40. ممكن نقول الصفر مع الصفر والاربعة مع الاربعة، يبقى 3 في 10 والعشرة مع العشرة. اذا التيار العلوي بيساوي 3 امبير. فعلا زي ما قلنا التيار اللي في العلوي ده 3 امبير، يبقى الاختيار الصح هنختار 3. قراءة الاميتر ديت 5 امبير، 5 امبير. طيب وشدة التيار المار في المقام 1 اوم 2 امبير. طيب لما يكون دي 5 امبير وهنا 2 امبير، هنا 2 امبير، يبقى في المنطق والعقل هنا كام؟ 3 امبير. ايه السبب؟ لان التيار عند نقطة التفرع اذا كان داخل 5 امبير يبقى لازم يكون اللي خارج 5 امبير، هنا 2 امبير يبقى 3. طيب المطلوب ايه بقى؟ المطلوب في ان قيمة المقاومة ار 2 اللي هي عايزين مطلوب قيمة ار 2، احنا عارفين بقى ان الجهد هنا ثابت على التوازي، الجهد ثابت، يبقى ار بتساوي في الكلية على اي بتاع الفرع السفلي. في هنا كام؟ 12 فولت، 12 فولت. تيار الفرع السفلي اللي هي ار 2 اللي هنسميها المقاومة ار 2 3 امبير. اذا نقسم 12 على 3، 12 على 3 في الاربعة 4 اوم. الاجابة الصحيحة 4 اوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل لهذا المثال، السؤال بيقول احسب قراءة الاميتر فولتميتر. بص على الرسم كده، نحاول نستفاد من معنى 10 اوم، دي معناها ايه؟ مقاومة، دي ار. ومعنى امبير يعني ايه؟ شدة التيار اللي هو ار. طب ما احنا عارفين لو عندنا الاي والار نقدر نجيب مين؟ الفي. اذا اللي هي فرق الجهد بين النقطتين دول كده، فرق الجهد بتساوي شدة التيار في المقاومة. طب ما شدة التيار موجودة والمقاومة موجودة، يبقى اذا بتساوي 3 اللي هو شدة التيار في المقاومة ار اللي هو ايه؟ 10. اي ان فرق الجهد بيساوي 30 ايه؟ 30 فولت. احنا عارفين دول توازي. طب ما هو مين اللي ثابت على التوازي؟ الجهد ولا التيار؟ طبعا الجهد. يبقى كان احنا عرفنا الجهد هنا، الجهد هنا كام؟ 30 فولت. يبقى فعلا الجهد هنا 30 فولت، يبقى اتحلت المشكله. لان احنا عارفين اللي هو القانون اوم المعروف، الفي بتساوي الاي في الار. طب ما الفي موجودة 30، اللي عرفنا 30 لان الجهد 30 وعلى جهد التوازي. اذا نقدر نقول نجيب التيار، قراءة الاميتر يعني ايه قراءة الاميتر؟ يعني شدة التيار. فاذا شدة التيار او شدة التيار تساوي ايه؟ فرق الجهد، فرق الجهد على المقاومة. طيب يبقى اتحلت المشكلة، لان احنا عارفين ان فرق الجهد 30 هو نفس فرق الجهد اللي هنا، هو نفس الفرق التوازي، والمقاومة المقاومة دي 5، يبقى نقول هنا على 5. اذا شدة التيار اللي هي قراءة الاميتر، قراءة الاميتر اللي هي ديت هتساوي 30 على 5 فيها 6 ايه؟ امبير. يبقى ده المطلوب الاولاني، نحط في اطار كده، ده المطلوب الاولاني قراءة الاميتر. تعال نشوف قراءة الفولتميتر. خلاص بقت بسيطة، احنا عشان نعين في، احنا متفقين دايما ان الفي بتساوي اي في ار، اي في ار يعني فرق الجهد بيساوي شدة التيار في المقاومة. طب بسيطة، طب ما المقاومة موجودة كام؟ 8، ادي 8، المقاومة 8، لسه عندنا مشكلة مين؟ الار، بعد محلول. احنا عرفنا ان التيار اللي هنا كام؟ 6 امبير، والتيار اللي هنا كام؟ 3 امبير. 3 و 6 كام؟ 9، يبقى التيار هنا 9 امبير، يبقى التيار ده هنا 9 امبير.
تاني جت ازاي؟ احنا اسبق ده معلومة 3 امبير وهنا 6، ممكن نجيبها مجرد النظر. بما ان المقاومة 10 ضعف المقاومة 5، يبقى التيار اللي في 5 ضعف المقاومة كام؟ 10. بما ان 3 امبير بين 6، 3 و6 كام؟ 9. التلاتة جين هنا والستة جين هنا، يبقى الطلات اللي خارجة كام؟ 9 أمبير. خلاص الاي موجودة والار دي موجودة، نقدر نجيب الفي. يبقى الفي بتساوي اي في ار اللي هي في 9. اذا نقدر نقول في هتساوي 8 × 9 = 72 فولت. كده المطلوب الاول والمطلوب. سلكان لهما نفس الطول ونفس المد. ايه معنى نفس الطول؟ يعني ايه اللي هتساوي ال والرو بتساوي الرو، نفس المد، بس مساحة مقطع الاول، مساحة مقطع الاول هنسميه ده A1 هتساوي ضعف مساحة المقطع الثاني، يبقى تساوي 2 A2. طيب نفهم من دي ايه؟ هنفهم من دي ان احنا عارفين ان R1 على R2 في الحد، هنقول A2 على A1. ليه؟ لان له نفس المادة الرو مع الرو، نفس الطول ال مع ال. طب ما هنعوض بالتعويض من المعادلة 1 في المعادلة 2. اذا نقدر نقول ان R1 على R2 هتساوي، هنشيل A1، ال A2 زي ما هي A2، هنشيل ال A1 ونحط مكانها كام؟ هنشيل ال A1 ده ونحط مكانها 2 A2. فال A2 مع ال A2 الضرب التبادلي، الضرب التبادلي. اذا نقدر نقول R2، اذا نقول R2 لان دي 1 معناها 1، هتساوي 2 R1. لو جينا نوصلها بقى على التوازي، لو جينا نوصل ده على التوازي بالشكل ده كده، يعني ده هنعتبر وكأن السلك الأولاني وده السلك الثاني بالشكل ده كده، وسمينا إن دي R1 وإن ال R2 هتساوي إيه؟ 2 R1. يعني هنعوض عن R2 دهيت، هنعوض عن R2 ب2 R1. نفهم من كده ايه؟ بما ان المقاومة ديت ضعف المقاومة ديت، اذا يبقى التيار اللي هنا هيبقى ضعف التيار اللي هنا. فلو فرضنا ده، طبعا هو ذكر ان دي 3 امبير، ازاي تجذب 3 امبير؟ يبقى المقاومة الاكبر يروح لها تيار اقل، يبقى هنا 1 امبير، والمقاومة الاقل يروح تيار اكبر 2 امبير. يبقى كده صح. يبقى احنا عارفين العلاقه بين التيار والمقاومه علاقه ايه؟ عكسيه. بما ان مقاومه ده ضعف مقاومه ده، يبقى لازم تيار ده ضعف التيار ده. فلما نيجي نجمعهم يطلعوا 3 بالشكل ده. اذا نسبه تيارهما بنسبه 2 إلى 1، بحيث الاثنين هيروح في المقاومه 2 امبير في المقاومه الاقل، وواحد امبير هيكون في المقاومه الاكبر. كده انت فكرتها جميلة وبسيطة جدا، ركز معايا. سلك AB يمر به تيار 3 ملي أمبير، سلك اهوت يمر فيه تيار شدته 3 ملي أمبير. كلمة ملي أمبير يعني معناها نضرب في 10 سالب 3، أو معناها ممكن 3 من 100، 3 من 1000 أمبير. وصلت معها على التوازي سلك آخر من نفس المادة، سلك آخر من نفس المادة. يعني إيه نفس المادة؟ يعني نفس المقاومة النوعية، نفس كل شيء، بس الاختلاف بينهم إن مساحة مقطع نفس المادة، نفس الطول ونفس كل شيء، ولكن الفرق بينهم إن قطر
ثلاثة أمثال قطر الأول، يعني معناها إن دي أكثر سمكا، قطره ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال قطر الأول كده. طيب نستفاد من دي بإيه؟ إحنا عارفين إن R1 على R2 هتساوي L2 L1 على L2 بس اللي نفس الطول، رو 1 على رو 2 نفس الرو لان نفس الماده بس نص قطر، يعني الاختلاف ان الري ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. طيب ما احنا عارفين قطر ثلاثه امثال الاول، يبقى نفهم من كده ان ار 2 ان ار 2 هي اللي ثلاث امثال ثلاث امثال ار 1. فلما نيجي نعوض هنا يبقى إذا نقول R1 على R2 هتساوي إيه؟ هنشيل ال R2 ونحط مكانها 3 R1، R2 ده هي تنشيلها هنشيلها ونحط مكانها 3 بس 3 تربيع لأن هنربع دي ونربع دي، يبقى نقول 9 9 R1 تربيع، لأن لما نربع الطرف الأيمن نربع الطرف الأيسر عشان نعوض عنها تربيع على R1 تربيع، دي راحت معادي. إذا نفهم من كده إيه؟ إن الـ R2 إن الـ R1 الـ R1 هتساوي 9 R2. إيه معنى العبارة ديت؟ معناها إن لو ده هي لو الـ R2 ده هيت R يبقى الارض هي 9 ار. طب هتلخبط يا ترى، ار 1 بتساوي 9 ار 2، ما دي ار 1 يبقى قد يبقى الار 1 قد الار 2 كم مره؟ 9 مرات. طب هتلخبط تاني، طب احنا خدنا قاعده بتقول لي اللي مساحه مقطعه كبير يبقى مقاومته صغيره، انا علاقه بين المقاومه ومساحه مقطع علاقه عكسيه، فدي مساحه مقطعه اكبر يبقى مقاومته اقل، ده مساحة مقطع أقل مقاومته أكبر، بس بكم مرة؟ 9 مرات. نستفاد من النقطة دي، احسب شدة التيار اللازم حتى يظل فرق الجهد ثابت. إذا نقدر نقول فرق الجهد عبر السلك الرفيع لازم يساوي فرق الجهد، ده الشرط الأساسي، السلك الغليظ الجهد ثابت، حتى كمان على التوازي معروف الجهد ثابت. طيب تعال نشوف الجهد بيساوي أي في آر، الأي هنا بكام؟ بتلاتة ملي، ممكن نقول تلاتة ملي يعني تلاتة من ألف في الآر اللي هي تسعة آر ضرب تسعة آر. الطرف التاني بقى اللي هو الغليظ آي بتاعته مجهولة، آي مجهولة والآر بتاعته آر، طبعا هنقسم الطرفين على آر يبقى ملي مجهول عندنا آي. إذا تيار تيار الفرع السفلي والغليظ اللي هو اي دهوت اي اللي هنا اي اللي هنا ده مش مجهول ثابت اللي هو ده مجهول، هتساوي حاصل ضرب ده في ده هتساوي 0.9 اضرب 9 في 3 ب 27 هتبقى 27 من 100. يبقى اجيب التيار ده يبقى 27 من 1000. تعال نجمع 3 من 1000 مع 27 من 1000، اذا التيار اللي يجي بيمر هنا عشان يبقى مجهول ثابت، التيار اللي هيمر في هذا المكان عشان يبقى الجهد الثابت اللي هو مجموع الاثنين دول اللي هو اذا اي الكليه اللي كان يبقى ثابت هتساوي ال 27 من 1000 اللي هو التيار السفلي زي التيار العلوي الاصلي اللي هو 3 من 1000 اللي هو 3 ملي، هيطلع الناتج اذا الاي الاي بتساوي 3 من 10